بطل صاحب الرقم القياسي اللي اليوم ايضا يواصل تحطيمه خلينا نقول وبجداره، وكان الشغل الشاغل. راح نتكلم عن هالنقطه بعد شويه، لكن خلينا نرحب فيه حارس مرمى الفريق الكابتن نواف الخالدي. صبحك الله بالخير يا كابتن ومبروكين. الله يبارك فيك يا ابو سعود، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وحمدا حمدا وشكرا شكرا على توفيق لنا ونسخر لنا مباراة اليوم. فعلا كانت مباراة كبيرة، يعني الفريقين هم الأجدر انهم يصلون النهائي، لكن لله الحمد لاعبين نادي القادسية كانوا أبطال بكل ما تحمل كلمة أبطال من معنى. مركزين يعني للأمانة، من قبل أسبوع تقريبا احنا عايشين المباراة مركزين فيها، وكنا يعني بأي شكل من الأشكال لابد ان نحقق الفوز، منها يعني هدية لجماهيرنا القالية، وايضا بعد الرئيس يعني اللي اقول له هدي الاول بطوله ابو عبد العزيز اللي ما قصر الامانه مع كل لاعبين نادي القادسيه، فحبينا نهدي له يعني هذه البطوله. والحمد لله الله ما ضيع تعبنا، وان شاء الله يعني هذه فتحه خير باذن الله لتحقيق ثلاثيه اللي غابت عنا. لا عاد لا تسطم، خل واحده حق العربي واحده حق الكويت واحده حق كاظم، يعني والله يقول احنا نجتهد، الكل مجتهد نصيب ان شاء الله. ان شاء الله طبعا صاحب الهدف الاول وصاحب الاداء الهادئ دائما في الملعب. احنا يعني انا يمكن قاعد اتكلم مع اخونا طلال اقول فهد لعبه كلاسيك، يعني لاعب كلاسيك في الملعب. رحبوا معي فهد الانصاري، صبحك الله بالخير يا فهد ومبروك. صبحك يا رب النور، واحب صباح الساده المشاهدين، احب ابارك حق اخواني اللاعبين والجهاز الفني والاداري وحق كل من يشجع القادسية ويحب القادسية. شلون الوالد؟ طيب تمام، سلم عليه سلام خاص. على الناحية الأخرى طبعا زميلنا اليوم يحل علينا كزميل وأيضا كأحد أفراد هذا الفريق الحاصل على اللقب، ومعاي بأخونا جمال مبارك. صبحك الله بالخير يا أبو خالد ومبروكين. صبحك الله بالخير بسعود، وصبح الأخوان المشاهدين وعلى الحضور، ومبارك حق جماهير القدساوية والأمة القدساوية كلها طبعا، وعلى رأسهم أخوي فواز الحسن رئيس النادي، ومبارك حق الجماهير القدساوية كلها طبعا، وعليك عتب طبعا من جماهير القدساوية اللي ملابس اصفر ولا 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 فتره قدسيه بالاستراحه. زين عليك يمنا فنيله ما صح ولا مو صح؟ لا تنحش زين. قال دقيقه بروح السياره. والله رحت ما لقيتها بسعود. وانا بالمناسبه صراحه احب الصراحه اشكر صراحه الطاقم التحكيمي اليوم المباراه اللي حاشهم ضغط صراحه اعلامي قوي، ضغط نفسي. انا قلت لو انا حكم صراحه بهالمباراه على الضغط الاعلامي اللي حاشهم قلت والله ما احكم، اقعد في البيت ما اطلع من البيت. ويعطيهم العافيه صراحه الجهاز الاداري اللي هو التحكيم طبعا، الاربع الاشخاص موجودين يعطيهم العافيه على اداره المباراه، ونشكر اللاعبين الابطال اللي طلعوا بهذا الروح القتاليه والاصرار انهم يحققون الدوري، ومثل ما وعدونا وعدوا اخوانهم الموجودين بالنادي لله الحمد قدروا يحققون البطوله. اشكر لاعبين نادي الكويت هم طلعوا المباراه. اشكر طبعا تقبلهم للنتيجه. هو اكيد يعني الواحد يعني يشكر لاعبين نادي الكويت اللي لعبوا مباراه كبيره واخلاقهم عاليه، والجهاز الفني مالهم مدرب كبير، ويعني نقول لهم يعطيكم العافيه، والجهاز الاداري واداره النادي نقول لهم يعني البطولات جايه وشدوا الحيل، مو بس نادي الكويت نقول حق جميع الفرق. قائد الفريق وكابتن الكتيبه اللي متواجده معانا الليله صالح الشيخ. لا ما في لا ايش قلت لك؟ لان في مشاكل بيني وبينه على السالفه هذه. اوكي الكابتن الثاني في الفريق بعد نواف الخالدي. لا 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 هو الكابتن نواف الكابتن فواز الحساوي. صالح الشيخ صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير يا ابو سعيد، وحبينا السادة المشاهدين واقول لهم البركه خصوصا القدساويه اللي حضروا واللي ما قدر يحضر، وعلى البركه حق اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى الجهاز الاداري وعلى راس ابو عزيز. الحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق البطوله 14 في الدوري. طبعا معنا اخر الحضور ومسك الختام. امانه يعني اليوم يمكن الشباب ما شافوا الاستديو التحليلي عندنا وفي ملعب الوطن، لكن الخمسه اللي كانوا متواجدين علي مندني، بدر العنبري، جاسم الهويدي، يوسف سويد، وايضا حمد الصالح اشادوا الحقيقه واعتبروه نجم هذا اللقاء بدون منازع، مع طبعا تقديرنا للبقيه الاخوان المتواجدين، لكن هذه كلمه حق لانه خالد ما شاف الاستديو التحليلي ولا شاف تحليل الاخوان، لكن امانه اشادوا بهذا النجم اللي نتمنى ان شاء الله له التوفيق. حياك الله يا خالد القحطاني ومبروك الفوز، وحياك الله ويانا. امسي عليك يا ابو سعيد، وامسي على الرجال اللي قدروا صراحه يرفعون نادي القدسيه فوق، وبشكر خاصه الجمهور القدساوي اللي وفى بكلمته وقال احنا راح نحضر الملعب، واشكر كل من ما مدحني بكلمه طيبه وجزاه الله خير. راح نتكلم عن شعورك في هذه المباراه وهالجمهور اللي يمكن اول مره تلعب
مع القادسية، خلينا نقول مع فريق مو مع المنتخب بهذه الصورة وهذا الحضور الجماهيري. لكن خلينا نذكركم بأرقام هواتفنا. احنا يمكن اليوم في الاستديو التحليلي ما قدرنا نعطي الفرصة الحقيقة للجمهور حتى يبدي رأيه ويبدي ملاحظاته، ايضا اللي يحب يهني، فالمجال لكم مفتوح اليوم، السهرة مفتوحة، يعني رسالتكم راح توصل مباشرة سواء لأبو عبد العزيز أو أبو خالد أو حتى النجوم، في نجوم أيضا موجودة برا إن شاء الله راح تنضم لنا إن شاء الله بعد شوية، فالمجال لكم مفتوح. هذه أرقام هواتفنا. أيضا قبل لا نبدأ في بعض الأمور خلا أتكلم عنها، في برقية تهنئة وصلت للإخوان في نادي القادسية، طبعا عن طريقي بحكم أنا متواجد في البرنامج وعلى الهواء، أخونا المحامي الحميدي سبيعي من شرم الشيخ وجه تهنئة للإخوان في نادي القادسية. أيضا أخونا العزيز يعني أمانة بعد المباراة مباشرة اتصل فيني قال لي في برنامج اليوم، قلت له قال لي تكفى، ورسالة وتهنئة لمجلس الإدارة وللاعبين والجهاز الفني والإداري وعلى رأسهم الجمهور اللي شفناه اليوم. هذه الرسالة وصلت من أخونا الشيخ خالد طلال خالد الصباح اللي يعني قد ساوي قولتهم من الرأس إلى أخمص القدمين، فوصلت تهنئتك يا أبو طلال إن شاء الله سواء للإخوان اللاعبين أو حتى الجماهير مثل ما تفضلت. آخر رسالة أخونا العزيز الواكام العوضي، يعني من الشخصيات اللي أعتز فيها وأتشرف أيضا، يمكن لما شفته وجها لوجه استأنس صراحة بكلمات الثناء والمديح اللي أعطاني إياها. قال لي بس بطلبك طلب تنبه لنقطة المهلة والمكرمة الأميرية، يقول أدري برنامجكم له جمهوره والناس التابعة خاصة اليوم بوجود لاعبين القادسية، فقلت له أبشر يا أبو طلال ما يصير خاطرك إلا طيب. المكرمة الأميرية من حضرة صاحب السمو للسماح لمخالفي الإقامة بمغادرة الكويت حتى 30 من يونيو. هذه المكرمة يعني حتى أخونا يمكن بروديوسر جورج يقول والله إحنا نحسدكم يا الكويت، إحنا عندنا ما عندنا عمرها ما صارت مثل هذه الأمور إن تسمحون حق مخالفي الإقامة إن يغادرون بلدكم بدون ما يدفعون مخالفات أو يدفعون الغرامات. فهذه رسالة نوصلها لإخواننا المقيمين على هذه الأرض، بإمكانكم المغادرة حتى 30 من شهر يونيو بدون أن تدفعون أي مخالفة، وإن شاء الله يا لواء كامل رسالتك وصلت. نروح حق أول تقرير في حلقتنا اليوم، نشوفه مع بعض. من حق جماهير نادي القادسية أنها تتفاخر برجالها بعد ما أنجز المطلوب منهم وما خيبوا الظن بالاحتفاظ بالدرع الممتاز للسنة الثالثة على التوالي. تعبكم ما راح بلاش، وبهمة وعزيمة ظل اللقب في حولي وسط أحبابه وأصحابه. الجماهير الكبيرة اللي ملت استاد صباح السالم من نادي العربي انطرت الخبر السار من طرفي اللقاء سواء من الأبيض أو الأصفر، اللي تسهل تجربه في الدقيقة 27 عندما فاجأ فهد الأنصاري بكرة أرضية متقنة تابعت طريقها في شباك الحارس خالد الفضلي. هذا الهدف فتح الأبواب المغلقة وكاد وليد علي أن يعيد المباراة من جديد بكرة خادعة في الدقيقة 32. وجد حمد العنزي نفسه في مواجهة المرمى الكويتي لينتهي الشوط بهدف قدساوي وضع الدرع قريبا من أحضان القدساوية. الشوط الثاني بدأ بتميز للون الأصفر وفراس الخطيب بيترك بصمته المعهودة في المناسبات الحاسمة وأرسل خطاب من نوع خاص ومع وضوح الفروقات، وضع ابن الخطيب خبرته العريقة وأطلق رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثاني. ومع هذا الحدث اتضحت الصورة واستعدوا القدساوية للاحتفال الكبير تتويجا لما قدموه هؤلاء الرجال في موسم ماراثوني انتهى بفرحة كبيرة دائما ما يتكرر مشهدها في كل عام. فرحة كبيرة عاشوها عشاق نادي القادسية أكدت هيمنته في السنوات الأخيرة على معظم الألقاب. شكرا زميلنا طالب الشريف الله يعطيك العافية. أبو عبد العزيز يعني المباراة مثل ما تفضلت وذكرت في البداية ضغوطات اللي واجهت الفريق، اللعب بفرصتين، شلون قدرتوا تهيئون الفريق؟ يعني هذه امور ايضا اداريه لكم دور فيها، واحنا هنا ايضا في الاستديو الاخوان حطوا دور الاداره على راس الهرم، يعني هو اللي يتحكم في 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 خلينا نقول في مسيره اللاعب في اي مباراه. والله شوف يعني احنا انا قبل لا اكون رئيس نادي القادسيه الموسم اللي فات كنت انا رئيس الجهاز مال كره القدم، يعني ومرينا بظروف وجلسنا وسولفنا في هذا الامر.
يعني واللاعبين الحقيقة يعني ما قصروا وكانوا جدا متفاعلين في هذه البطولة. يعني مثل ما أنت عارف بطولة الدوري هذا الموسم من ثلاث أقسام، واللي قبله من ثلاث أقسام، واللي قبلها من ثلاث أقسام، ونادي القادسية متصدر وبالنهاية يحسم البطولة، فهذا بحد ذاته إنجاز لهاللاعبين الأبطال الحقيقة. وأنا صراحة يعني لما أقعد معاهم وأشجعهم وأسولف معاهم بالعكس، يعني نادي القادسية يعني صراحة مثل ما أنت عارف يعني اللاعبين أهما عندهم النزعة، اللاعبين أهما يبون يحققون هذه البطولة. يعني تصير هفوات، تصير مباريات لها ظروفها، لكن بالنهاية هالأبطال يحسمونها يعني ويحققون المطلوب اللي هو سواء بطولة الدوري أو بطولة الكأس أو بطولة ولي العهد أو أي بطولة إن كانت كنا نشارك فيها. يعني الحقيقة والله العظيم ما قعدت معاهم قاعدة واخذلوني يعني نامانة، يعني كل ما أسولف معاهم وأطلبهم في المباراة وهذا وهم يلبون ويعطون المطلوب الحقيقة. يعني صحيح المباراة اليوم لو تبي تشوفها كانت في الشوط الأول كان في تحفظ بين الفريقين نوعا ما، يعني الكويت قاعد يلعب تحفظ، بس من بعد ما سجل القادسية الهدف الأول بدأ القادسية ياخذ وضعه وبدأ القادسية يبادر بالهجمات، وحصلت لنا صراحة أكثر من هجمة ضيعوها القادسية، ولكن لله الحمد حققنا المطلوب. وأنا صراحة قبل أجلس مع احترامي الشديد لفريق نادي الكويت، فريق غيبة فريق كبير، لكن قبل المباراة أنا ثقتي كبيرة بلاعبيني وبجهازي، فقبل أبتدي قلت لهم دشوا المباراة ولعبوا لعبكم الطبيعي. يعني أنا أدري نادي القادسية لعب لعبة الطبيعي راح يحقق المطلوب بالنهاية. واجهتنا ظروف سابقة لكن احنا ما نتعمد نقول مبروك لما فاز علينا نادي الكويت، حقق فاز علي مرتين لكن يعني ما فادت في الدوري. الحمد لله احنا اخذنا الزبدة، خلي غلبني طول الدوري بس بالاخير اخذ الدوري راضي انا. طيب عندك يعني التهاني قاعد توصل امانة، وانا اكون يعني ملزم اني اوصلها لك بصراحة، لان يعني علي حق من اخوك الشيخ خالد احمد خالد الصباح ايضا يهنيك تهنئة خاصة، والإخوان اللاعبين، وأيضا زميلتنا مذيعة النشرة الاقتصادية منال جاسم أيضا تهنيك وتهديك أيضا باقة ورد. نواف يعني أنت دخلت المباراة وعينك على هدف آخر وبالك هدف آخر، المحافظة على شباك، يعني هذه ما تعتقد أثرت عليك قد تكون بالسلب؟ لا والله بالعكس، يعني أنا يعني كان هدفي الأساسي أن نحصل القادسية يحصل على بطولة الدوري، ثم أكيد بعدين يكون هناك يعني إنجاز شخصي أكيد، يعني ما أقول لك ما قص عليك أقول لك لا والله ما تمنيت، لا بالعكس. لكن يوم شفت النتيجة صار 2-0 خلاص يعني بدأ تفكيري أن حتى الشباب كانوا يحتفلون آخر 4 دقائق يعني تقريبا من المباراة، فكنت أنا على أعصابي لأن تمنيت أكيد يعني سكور ولا إنجاز، يعني أنا فخور فيه للأمانة. بس لازم تعرف ان هذا الانجاز ليس لنواف الخالدي فقط، بل بالعكس كان وراء رجال بكل ما تحمل كلمه رجال بمعنى، خصوصا يعني المدافعين اللي ما قصروا وكانوا هم يعني خط الدفاع الاول بالنسبه لي. اشكرهم واشكر كل من ساعدني بتحطيم الرقم ده 10 مباريات الحمد لله دقيقه تقريبا. والله انا عزيز زي بالرياضيات انا في الرياضيات كل شيء العاده لازم هي كانت هي كانت 500 لا لا اكثر، لا هو 9 مباريات احسبها 10 في 90 900 واعتقد دار راح تصير 900 نعطيه مصدر العاده مرتين ل 8 فرحنا ببيات شعر والله لا والله مذهب والله لا لا اي والله تفضل امرؤ القيس ان شاء الله هذا اول شيء اول شيء يعني ضحك اقول هو مو شعر يعني تقدر تقول مخاطره كذي. اول شيء انا انتقلت لنادي القادسيه كان عمري 19 سنه والان يعني انا قريب لل 30، فحب اقول يعني اقبلت يا نادي القادسيه محبا مولعا من نهر حبك قد نهلت على ظمأ، الشمس لا القادسيه عز مكانه، النجم لا القادسية هي السماء، أنا جئت قبل العشرين متيم والآن يا القادسية وأنا قريب الثلاثين أشد تولع، قسما برب العباد جل جلاله إني أرى لقيا صحابي مغنما، فبلقائهم فوز أهيم به وفي بعادهم صارت حياتي جهنما. الله صح لسان طبعا زميلنا فهد او لاعبنا فهد الانصاري امانه يعني احنا بنحاول نختم وياه لانه بيروح العمره،
ان شاء الله. فاللي عنده يبي شيء يا جماعه من فهد لا من مكه اكو عمره الحين على كيفه فهد قلت له يلا فهد تعال كان يقول لي جمال بسافر وما يسافر للعمرة او معسكر ما اروح فقلت اكيد العمره ما في ماكو سفره يعني ترى ولا غلطه بحياته ماكو والله معلومه من جمال. عموما لك تحيه من اخونا الصحفي في جريده الانباء عبد العزيز جاسم يقول اخيرا قولت من تسديده. حدثنا عن هالجول فهد يعني وايد يعني من الشباب تكلموا عن الهدف وشون يعني اركنت الكره بطريقه الحقيقه كلاسيكيه. انا عشان كذا قاعد اقول واحد ماشيني بضغط كني انا راس حربه الا تقول زين شلون خلاص قاعد اسوي قاعد ادافع وهذا لا الا تقول منهم جمال داق علي الظهر مكالمته 20 ثانيه ايش قلت لي جمال؟ قال لي فهد بتشوت اليوم ولا لا؟ قلت له خلاص جمال اليوم راح ويبت جول ويبت جول وتذكرته وامس انه نهير كنت قاعد اعالج ركبتي فنهير قاعد يلف لي تيب كان يقول باكر راح تقول فحتى تذكرته هو جمال يعني وقت الجول لانه ما شاء الله ريله حلوه ترى على الجول فهد يعني اختيارك للتسديده من هذا المكان وهذا المكان ليس خالد يعني لا يعني هم كانوا ضغطين على حمد النزي يمكن ثلاث لاعبين او اربعه يمكن كلهم صاروا بال 18 فانا برا يعني لازم يعني ما في حل انه يلعب ليها برا وانا قبل لا تجي الكره كنت شايف الزاويه واللي فادني انه خالد فضلي كان واقف ورا المدافعين تقريبا مسكرين عليه فاعطيتها بالزاويه البعيده. طيب احد الاخوان داز مسج تحديدا يوسف الحاي يقول اسال فهد عن المشجع اللي دش الملعب. تعرفها فهد؟ يعني لا والله بينك وبينه عداوه لا شيء؟ لا بيني وبينه شيء بالعكس انا الرد المغفر يعني تنازلت وهذا بالعكس يعني ولد يعني اعترف بالغلطه وهذا وحتى اهله وعاي من عائله يعني محترمه ويعطيهم الف عافيه. تنازلت عنه؟ ايه جزاك الله خير فهد واحنا متاكدين يعني اهل الكويت ما تعودنا منهم مثل هذه التصرفات قد يكون اخطا المشجع. عموما الشباب ما اعتقد شافوا المباراه بصوت معلقنا واستاذنا خالد الحربان. خلينا نسمع الجولين ونشوفهم بصوت استاذنا الكبير خالد الحربان. الشيخ كره معاه لعبها للامام شيخ ولعبت ارضيه خطره الله خلاص 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 بارت وضاعت وتسديده جول فهد الأنصاري جول فهد الأنصاري جول فهد الأنصاري جول بارت وضاعت لا 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 بارت ولا ضاعت بينما راحت داخل المرمى بينما في بالفعل حلوة 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 القادسية يبدأ في الدقيقة 22 يأخذها على طول عامر المعتوب وبيلعبها لفراس وفراس جول والخطيب جول وفراس جول الخطيب الحقيقة كرة مرتدة في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الثاني من المباراة. هذه طبعا تعليقات استاذنا الكبير اللي نقول له يعطيك العافية يا عم ابو يوسف. الله يعطيك العافية يا عم ابو يوسف. يمكن انتقل للطرف الاخر اخونا وزميلنا الدبلوماسي في السفارة الكويتية في سوريا مشعل بابطين يقول بدز لكم حلوة حق لاعبين القادسية وجهاز فني والاداري الا جمال مبارك منه وترى يقول الا جمال صح وزع الكل الا جمال. احنا انا فايز لا احد ينزل اكيد لا زين خسران راح ينزل حتى نبي الليلي يسلم عليك نبي الليلي وصالح زين انا بتكلم عزيز يعني بخصوص القادسية لله الحمد ترى اول مره القادسية نكسر حاجز 51 نقطه يعني ما في نادي وصل 51 نقطه والشغله الثانيه وصل القادسية لله الحمد اكثر فريق مسجل 47 هدف عليه 10 اهداف هذا يعني ميزه لاعبين نادي القادسية والجهاز الفني رقم نواف ورقم صادق الشاعر نباني قال لي 907 دقائق بالضبط الحمد لله رقم نواف الخالدي وبعد لا ننسى ان هداف الدوري لله الحمد فراس الخطيب 15 هدف يعني ابو حمزه اثبت وجوده لاعب كبير فابطال لاعبين القادسية واحب اوضحها بس الشغله هذه. طيب صالح خلينا نتكلم عن اجواء المباراه يعني دخولكم شفتوا هالجمهور البعض ما توقع امانه انه بحضر هالعدد هذا ال 20000
لا جمهور القادسية عودنا مباراة الحاسمة يعني يترس الملعب. والحمد لله نفس ما قلت يعني اللاعبين القادسية متعودين يعني متمرسين على المباراة النهائية وعلى الجمهور. ما يأثر عليهم ضغط الجماهير ولا الحمد لله احنا قدرنا نخلي الجمهور كانوا ويانا طول المباراة ما صار علينا يعني بالعكس الجمهور يمكن كان سبب ضغط حق نادي الكويت بس حق نادي القادسية بالعكس ما سبب لا يطغى واللاعبين متمرسين على هالأجواء هذه. هذا أول مرة يلعب 20,000. بروح خالص. كلمنا عن هالشعور يعني وانت تدخل هالمباراة في هالأجواء بهالجمهور. والله شوف حتى لما كنت مع الساحل ما لعبت مع القادسية في ظل هالجمهور ما صعد منصة يعني للأمانة يعني أنا قبل المباراة يعني قبل المباراة تبلش أنا كنت أول شيء أحاول إني إن شاء الله أدي المطلوب من عندي وإني أرضي الجمهور إذا رضيت الجمهور الدنيا كلها ترضى علي. فصراحة إن الجمهور وقف معي وقفة يمكن حتى إني لو لعبت باص غلط لو إني اللي كان هو صراحة شايلني بكلمة الطيبة كان هو اللي رافعني ولله الحمد. خالد يعني على ناحيتك في اثنين من أفضل لاعبين هالموسم صراحة سواء سامي الصانع اللاعب الشاب الصاعد اللي الله يوفقه أو روجيريو المحترف البرازيلي بصراحة يمكن سامي شفنا منه بعض اللمحات لكن روجيريو ما شفناه اليوم كلش. شنو السر؟ هل درست اللاعبين صح؟ هل والله شوف الأمان يعني هو توفيق من عند ربك يعني ممكن أنت يعني دارس اللاعب أنه هو يعني أكثر طريقته أنه هو يركض بالمساحة يفتح ثغرة حق الباك فالحمد لله يعني الله وفقني معه وقدرت أني أمسك مكاني صح. طيب عبد العزيز خلنا نتكلم عن الدوري هالموسم مر الفريق ببعض خلنا نقول العقبات يعني تعادل الفوز على الجهرة بصعوبة الخسارة من الكويت خسارة قاسية يعني هذه العثرات والعقبات لا ننسى أيضا الفريق يلعب في بطولة خارجية تساهم في بعض الأحيان في إرهاق اللاعبين في إحباط اللاعبين. والله قبل أجاوب على شو اسمه صراحة أنا ودي أتكلم عن أبو يوسف خالد الحربان يعني أنا خالد الحربان أعشقه الحقيقة يعني وأعشقه تعليقه يعني أنا أذكر أيام أول قبل الله كنت حتى عضو مجلس إدارة وكنت يعني أتابع المنتخب والقادسية لما كنت صغير كنت من كثر ما أحب يوسف كنت مسجل شريط كاسيت أسمعه بالسيارة حين كاسيت ما أعرفون كاسيت ما مسجل شريط كاسيت والله أسمعه وأنا رايح الدوام الصبح رايح المدرسة أسمع شريط صوت أبو يوسف والله يعني صراحة أنا وايد سعيد لما أسمعه يعلق يعني مبارياتنا الحين. شوف بالنسبة يعني حق سؤالك عن الدوري السنة يعني حاشتنا وشوف ما في شك أنت قاعد تلعب ثلاث أقسام يعني لازم الفريق وأنت تقول إحنا فزنا على الجهرة بصعوبة إحنا تعادلنا مع الجهرة ما فزنا على الجهرة هم كانوا فايزين علينا وإحنا تعادلنا معهم آخر شيء. الفريق لما يلعب مباريات كثيرة في ظروف تحوش الفريق كذا طبعا خصوصا دائما تلاحظ القادسية الموسم اللي فات واللي قبره دائما تلاقي القادسية قسم الأول متصدر ورايح لأنه هو محضر ومعسكر صح السنة ما عسكرنا شيء طبعا من بعدها يصير إرهاق والتعب والضغط اللي يحوش اللاعب لما يشوف نفسه متصدر فارق عن الثاني 6-7 نقاط 8 نقاط يصير عنده ضغط أكثر يصير في بعض اللاعبين تشوفه لا مبالاة يعني ما يركز مثل انصب علينا التركيز تلاقي آخر 4-5 مباريات خلص يدشون بالصعب يعرفون أنه إذا احنا خسرنا هالمباريات هذه خلص راح من الدوري فتلاقي اللاعب يدش التمرين صح يتمرن بقوة يبي يحاول يعطي علشان يحقق النهاية والله الحمد حققنا كل البطولات اللي من ثلاث أقسام وأنا أعتبرها يعني مثل ما قلت لك من قبل شوي يعني اللاعبين فعلا أبطال لما يلعبون ثلاث أقسام من ثلاث مواسم يحققون الدوري هذا اندل فيندل أن نادي القادسية فريق فعلا فعلا قوي أتكلم عنهم وايد بعد خاف يخلونا البطولتين يعني بس يعني يعني صراحة يعني الأمانة القادسية حقق المطلوب وزيادة وإن شاء الله ما نقايل لهم بعدين إن شاء الله نسوي لهم عزيمة حلوة إن شاء الله يستاهلون أكيد مناسبة العزيمة على فكرة ترى في لك تكريم نواف توا وصل فريش أنت وفراس الخطيب من أخونا الشيخ خالد أحمد الخالد الآن وصل المسج قال مناسبة محافظتك على الشباك نظيفة 907 دقائق وأيضا فراس مناسبة الهداف لك تكريم خاص أنت وبو حمزة الله يجزاه خير الله يجزاه خير وفعلا يعني أشكره على هذه البادرة للأمانة يمكن تكريم يعطي اللاعب دافع إنه يعني يبذل جهد أكثر ومو شيء مو غريب على أبو أحمد يعني أخونا رئيس اتحاد الكويت لكرة الطائرة كمال الأيوبي أيضا يبا
يبارك لكم. زميلنا الصحفي جريدة الأنباء أيضا فرج ناصر يقول تهنئة خاصة لربان السفينة فواز الحساوي. المسجات قاعد توصل وايد صراحة ويعذروني يعني الأخوان، يمكن قاعد أحاول بين كل فترة أقرأ بعض المسجات. في دوانية الرمزي، دوانية الرمزي أبو عشا من صالح، إحنا معزومين عشا صالح، إحنا معزومين. إيه حياكم متى؟ أنا مشكلة مو عاد مليون دوانية، إذا فزنا بالدوري لك معزوم. نروح حق أغنية مهداة من أسرة ملعب الوطن للقدساوية، نشوفها مع بعض. حياكم الله ويانا، بس خل اوصل المسجات اللي قاعد توصل من الاخوان على الموقع الوطن دوت تي في لايف. فايز عنزي يقول بارك للسيد فواز الحساوي ونبي كاس الاتحاد الاسيوي. ايضا قدساوية تقول بارك حق خالد القحطاني. بافاري قدساوي يقول صج ظهرنا تكسر من المدرجات الخشبيه لكن فرحونا لاعبين القادسيه. هذه بعض المسجات اللي قاعد توصل. كفو والله يا الجسور وصح لسانك، مسج ايضا واصل. خلنا ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه. ابدا مع اخوي انور. صبحك الله بالخير اخوي انور. صبحك الله بالخير ابو سعيد، حياك الله طال عمرك. كيف حالك؟ الله يجمل حالك. حبينا نبارك على الشباب الملوك اللي قاعد يجمعك، على اخوي فواز، على نواف خالدي وفهد نصاري وخالد علي وجمال مبارك وصلوح صالح الشيخ، وان شاء الله دوم جي ان شاء الله بالفوز ان شاء الله. طيب والله يعطيكم العافيه ان شاء الله. مشكور يا انور. نروح حق اخوي عيسى. صبحك الله بالخير اخوي عيسى. صبحك الله بالنور اخوي بسعيد، احب تبارك اللي عندك وعلى راسهم اخوي عبد العزيز رئيس نادي، ونبارك له الدوري رقم واحد بوجوده ان شاء الله، وهذه فاتحه خير على اخويا كلهم. وانا الصراحه ما لي اي علاقه باي لاعب قدساوي، بس حبيت ابلغ رساله حق رئيس النادي انه والله الحمد لله عندك فريق يحترف بالكامل، يقدر يحترف باي من الدول الصديقه والمجاوره، ف
فأتمنى أن ما تنقصون حق اللعيبة يعني وما تنسونهم وانت قدها يا ناقبة القادسية، وكلنا أمل فيك إن شاء الله أن لعيبتنا قايم بخص حقهم وتريحونهم أكثر ما هم مرتاحين، ونبارك لكم مرة ثانية بالفوز والقساوية يستاهلون وابتسموا كلنا قساوية اليوم. شكرا أخوي عيسى. أخوي طلال صباحك الله بالخير. أخوي طلال طلال يبدو أن طلال قاعد يسمعني من التلفزيون. طلال طلال فضلي ناخذ اتصال آخر غير طلال فضلي إذا في اتصال جاهز. فهد صباحك الله بالخير من كندا يكلمنا فهد الإبراهيم، حياك الله يا أخوي فهد. السلام عليكم، تحية لكم جميعا وتحية للشباب والأبطال. القادسية ما هو ميت على الدرع، الدرع ميت عليه، وأنا أعجبني ما شاء الله عليهم اليوم دخلوا بهيبة ملوك عشان تري حققوا البطولة. وكذلك أن الـ بالنسبة لعبد العزيز النية لها دور، يعني شباب القادسية دخل المباراة بنية صافية مو نفس نادي الكويت الله يحييهم. صراحة أنا أشوف أن الأبطال لاعبين القادسية بالإضافة إلى حكم مباراة ناصر العنزي لأنه دخل في ضغط كبير، يعني ما في أحد يعني يقدر يتحمل الضغط هذا اللي حصل له، وأنا عدى كأنه كمين حصل حق يعني ناصر العنزي، ولو ما أن شخصيته جدا قوية كان ممكن تفلت المباراة أنه يبيعها للكويت أتسبس أنه يقدر يتحمل الضغط اللي حصل عليه. في النهاية بارك لكل لاعبين القادسية، مثل ما ودي أذكرهم أن مثل ما إحنا قاعد نشتغل ترى في أندية ثانية قاعد تشتغل. طيب. وهذا بداية الأفراح بالموسم هذا، فإن شاء الله ما تكون بطولات. شكرا لك دكتور فهد الإبراهيم من كندا. وعلى طاري فهد الإبراهيم زميلنا فهد الإبراهيم يسلم عليك صالح ويقول لك خليك ريلاكس. الله رأى شفرة بينك وبينه أنا ما أدري. بس بالنسبة تعليقا على أخوي فهد، يعني اسمح لي دكتور أنا راح أعقب عليك، يعني نتمنى تصفي النية يعني تحسن النية في كل أنديتنا، لأن أكيد نادي الكويت دخل المباراة وصافي النية وحسن النية وحسن النية، لا يعني أنت ما تدري في النيات، فأكيد يعني كل الإخوان داخلين المباراة وهم صافين النية. طلال الخالدي مرة ثانية صباحك الله بالخير. صباح النور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك أخوي أبو سعيد وعلى ضيوفك الكرام طال عمرك، وقول لهم ألف مبروك على رأسهم أخوي الحساوي والبطال اللي حواليك، وأقول لهم ألف مبروك. ما أبي أطول إن شاء الله، بس أنا أهدي هالفوز هذا حق أكثر إنسان مجنون بالغطية أخوي حبيب الشمري، وألف مبروك ومن هلال على إن شاء الله. شكرا لك. أحمد الشمري صباحك الله بالخير أخوي أحمد. عفوا أحمد المطيري. أرحب فيك أخوي أبو سعيد. حياك الله. ورحب بالموجودين عندك، وبارك لكل غتساوي، وبارك سمو ولي عهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح الرئيس الفخري نادي القادسية، ورحب للشيخ طلال الفهد، ورحب بالرئيس فواز الحساوي ونواف الخالدي وفهد الأنصاري وجمال مبارك وصالح الشيخ وخالد قحطاني، وأقول لهم مشكورين ما قصرتوا فرحتونا بصراحة، يعطيكم ألف عافية. وطالب الشيخ فواز الحساوي أنه يجدد عقد المحترف فراس خطيب لأنه بصراحة محتاجينه، وتجديد عقد محمد إبراهيم لأنه بصراحة أبو نواف ما قصر معانا حقق كل شيء، ومشكورين يعطيكم العافية. مشكور مشكور يا أخوي أحمد. أخوي محمد صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. حياك الله أخوي عبد العزيز، أول شيء أصبح عليك وأصبح الكبات اللي عندك. حياك الله. أول شيء وأهم نقطة أحب أشكر كل الجمهور اللي حضر، صراحة حضور مشرف للجمهور وردوا مستوى الكرة الكويتية نفس قبل يعني. ثاني شيء أبارك حق القادسية اليوم فوزهم، وأقول حق الكويت هارد لك، مستوى كبير لكن ما حالفهم الحظ. وثاني شغلة عندنا صراعات يعني خارجية للأمانة، يعني شفت تسويت منصة قد عليها بس 7 لعيبة من الكويت، يعني ما قدروا ولا الجمهور اللي حضر ولا التشجيع اللي صار، بغض النظر عن المهاجرات اللي تصير بين نادي الكويت والقادسية قبل،
اللعبة اللي بينهم رياضة، لكن للأسف يعني شفنا قلة الروح الرياضية بين الإدارتين. طيب شكرا يا محمد، احنا ما ندري شنو العذرة مانة، لكن ايضا يجب ان تلوم ايضا النادي العربي. يعني احنا شفنا اللاعبين العربي، يمكن الجيلاني بس ولاعب اخر ما ادري والله ما اذكر حتى منه، ما يعني احترامي تقديري لا، بس لاعبين اثنين يعني، لوم ايضا النادي العربي، لا تلوم فقط نادي وتقول والله ما شفنا الا هالمجموعة. اخوي احمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير يا اخوي بسعود، حياك الله. صبح عليك وعلى الطال اللي جنبك وعلى راسهم أبو عزوز وجمال مبارك وأمرو القيس نواف الخالدي والأبو ندى القادم بإذن الله القحطاني وصالح الشيخ. أقول لهم ألف مبروك ومبروك درع الشهيد، درع الشهيد، درع الشهيد، ثلاث مرات قلتها عناد على الكويتاوية والعرباوية. ونقول الكل قدساوي، ابتسم فأنت قدساوي. ويا أبو عزوز هذه أول بطولة برياستك والخير جاي، ونبي الآسيوية، لأن يعني حرام أندية ما تستاهل تأخذه وإحنا ما نأخذه، إحنا ملوك الكويت. وإن شاء الله بإذن الله وبغيادة أبو عزوز بإذن الله نأخذ الكأس الأمير وولي العهد، ونطلبكم بآسيا ويا الجسور شد حيلك، العين عليك يا الملك يا أمر القيس وكثر المشاعر. وبس بقول شغلة عزيزة، اليوم حزنت صراحة وجه روما ومدربهم صراحة. طيب. كسر خاطري. شكرا شكرا أخوي أحمد. ديوان الشرف يسلم عليك سلام خاص أبو عبد العزيز. واحد الإخوان داز مسج نواف يقول ليش خالد قحطاني يتكلم تضحك. نموت على أحبه. لا زين. معنا مداخلة طيبة من فناننا المحبوب القدساوي المتعصب عبد الرحمن العقل. أبو خالد صبحك الله بالخير. هلا صبحكم الله بالنور. مبروك الدوري. الله يبارك فيك خليك فعلا الليلة الليلة واحد حط راسه على المخدة وهو مرتاح، عسى الله يخليهم لنا إن شاء الله ويريحنا إن شاء الله ودوم إن شاء الله. وأقول مبروك مبروك لأبو عبد العزيز رئيس النادي والإدارة وكل محبين نادي القادسية وهالشباب الحلوين اللي يمك موجودين واللي مو موجودين. بقول مشكور يا الأنصار ومشكور يا الخطيب انكم اسلشتوا صدرنا والحمد لله. طبعا بهالمناسبه الطيبه اقول يعني هذا مو غريب على القدساويه انهم ياخذون الدوري، المفروض من زمان احنا ماخذين الدوري مو من الحين، المفروض ما نتعب، لكن ان شاء الله بقبال عندنا لقدام الكاس والكاس الثاني اذا الله اراد. طبعا بهالمناسبه الحلوه انا بصراحه فعلا اللي اسلش صدري التنظيم، تنظيم الاتحاد اليوم من اروع ما يمكن، يعني بصراحه براس الشيخ طلال و سهو والإدارة الموجودين يعني للأمانة فعلا حسين أن فعلا أن واحد يرفع رأسه بهذا النقل الجيد الجميل، سواء كان على تلفزيون الوطن أو التلفزيونات الأخرى. يعني فعلا قلنا عندنا للأمانة، يعني أقول للأمانة يعني الحرام نادي القادسية يلعب دوري عادي، يلعب لازم يلعب في دوري محترفين لأن عيالنا فعلا يرفعون رأس فيه في الإدارة. نعم. طيب مشكور يا أبو خالد ومداخلة طيبة، وأدري أنه ودك تكمل لكن إحنا ملتزمين بهالدقيقة وعشان نعطي مجال أكبر حق الأخوة المتصلين. آخر اتصال أخوي يوسف صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. أول شيء وحني أول شغلة مجلس إدارة نادي القادسية على الجهود الطيبة اللي بدلوها مع الفريق كامل، ونطلب من كل لاعب أول شيء سجدة شكر لله على ما وصلوا له، ونقول لهم هذا مو أول مشوار، نبي كاس بالتحدي كل شيء، ومشكورين على كل شيء صراحة. شكرا لك. مع هذا الاتصال الأخير بس في مسج أيضا واصل لك عبد العزيز من أخونا الكبير وسفيرنا في مدريد عادل عيار، يقول إن شاء الله الاحتفال في مدريد إن شاء الله في أكتوبر. شنو يقصد؟ أي بروح له إن شاء الله. عبالي قدسية بيروح مدريد ولا لا، اقول ان شاء الله بروح له وباخذ وياي الدوري الدرع هناك حقه حق المباراه ولا لا رمي احيانا. عموما بعد الفاصل، بس قبل الفاصل عندنا مكالمه ايضا واتصال من يعني ما خاف اقول كابتن يزعل نواف ما يزعل صالح ما ايش نقول والله يا لا والله لا احنا كذي انا قايل ويانا اللاعب خلف السلامه، بس خاف اقول كابتن يزعلون الربع شو اسوي. حياك الله يا خلف وقلت لك الفوز ومبروك الدوري. طبعا صباح الخير عليك عبد العزيز، صبح عليك وعلى الاخوان المشاهدين وعلى الحضور الكريم المنورين للتلفزيون اللي متعيننا صراحه.
انا طبعا من البدايه احب ابارك للجمهور القتاوي الكبير على هالفوز هذا بالزرع، واللي للامانه هذا اليوم رد اعتبار كثير بالنسبه لنا احنا كلاعبين، واعتقد المجلس الاداره وايضا للجمهور. يعني اللي البعض هناك من شكك في قدره لاعبين اللغاتيه في حصول على اللقب بعد، يعني الكل عارف انتقال بدر كنجم كبير بالفريق ومساعد ندى وانتقال كيتا، الكل هناك يعني بعض يعني حسب ما نص توصلنا يعني احنا ان هناك من شكك بالفريق وقدره الفريق، والله ان الفريق خلاص السنه ما راح ينافس ما راح ياخذ بطوله. انا اقول الحمد لله اليوم اثبت النادي الغاتسية ان النادي الغاتسية ما يوقف على اي لاعب، النادي الغاتسية ما يوقف على اي ما دام شعار النادي الغاتسية موجود وجماهير النادي الغاتسية اللي اليوم بحضورهم الجميل اعتقد ان صوتك انقطع يا خلف، تلفونك مع نهاية الدقيقة، واعتقد وصلت الرسالة ايضا. عندنا ايضا بعد الفاصل لاعب عصام العدوى موجود ان شاء الله، راح يكون موجود معانا ان شاء الله، راح طبعا يودعنا. انا راح اودع ابو مسعود لان عصام العدوى الصراحه يعني لاعب كبير، واليوم هذا يوم اللاعبين مو يوم لنا ننمون عليك انت، ملينا منك يا اخي وانا صاحب المكان هنا اليوم يشوفه. فان شاء الله بس في شغله انا قبل امشي اعلم عصام العدوى، خلي اعلم الشعب الكويتي ابتسم فانت قد تسوي بالمغربي شلون يقولها بالعربي؟ لا بس في عندهم لغه المغاربه فرنسي زيان زيان ماشي، خليه يقول بالفرنسي بعد. انزين نسمعها بعد الفاصل، خلكم ويانا. والشيخ كره معاه لعبها للامام شيخ، واللعبت ارضيه خطره الله، خلاص 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 خلاص، بارت وضاعت وتسديده جول فهد الانصاري، جول بارت وضاعت، لا بارت ولا ضاعت، بينما راحت داخل المرمى. إذا في بالفعل حلوة القادسية يبدأ في الدقيقة 22، يأخذها على طول عامر المحتوب وبيلعبها لفراس وفراس جول والخطيب جول وفراس جول الخطيب الحقيقة، كرة مرتدة في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الثاني من المباراة. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. طبعا انضم لنا الآن لاعبنا المغربي لاعب نادي القادسية وأول ظهور إعلامي لا يمكن في لقاء على الهواء مباشرة، مدافع نادي القادسية كابتن عصام العدوى. بو عمير هو وصل عمير، بارك لك طبعا، مبروك ما جاك. الله يبارك فيك ومبروك الدوري. هذه هدية من الفريق الرئيس النادي فوز الحساوي، ومشكورين على أداء اللاعبين، يعني من كانوا يعني في كل مرة يعني في تمارين كانوا مجتهدين وايد، والحمد لله أهم حاجة عندنا الدوري، ولسه كأس وري العهد إن شاء الله وكأس الأمير إن شاء الله. جمال قال قولوا حق عصام خلي يقول ابتسم أنت غتساوي. ابتسم أنت غتساوي. لا بالمغربي. نفسه ابتسم أنت غتساوي. حياك الله عصام. أبو عبد العزيز أنت يعني دائما خلينا نقول مقيم للمحترفين، يعني تنظر لهم بنظرة أخرى غير يمكن نظرة الجهاز الفني غير نظرة اللاعبين، إيش رأيك بأداء عصام حتى الآن؟ والله صراحة عصام يعني شهادة. وشوف يعني إحنا دائما كلامك على متمة، أدري يعني السؤال يمكن بوجه اللاعب صعب، لكن نبيك بصراحة، هل في بعض الأمور السلبية أو نقطة سلبية تتمنى يداركها في المستقبل مثلا؟ لا والله بالحقيقة يعني عصام كفى ووفى، يعني قام بدوره وزيادة، وشهادتي فيه مجروحة، رجل خلوق مجتهد بتمارينه، يعني محترف بمعنى الكلمة الحقيقة، يعني يحترم أداءه، يعني إحنا كجهاز إداري ولا كجهاز فني نستحي نكلمه يعني عن يعني خلينا نقول يعني أغلاط يسويها ولا شيء، يعني ريال يعني مكفي وموفي، والحقيقة قام بدوره وزيادة، يعني يكفي مثل ما تفضل أخوي نواف، يعني صار لهم 10 مباريات الآن مرمانة والله الحمد نظيف، يعني بفضل هالأخوان الأبطال الحقيقة المدافعين اللي
يعني مكفين وموفين الحقيقة. وأنا ما يعني ما أزيد على كلام اللاعبين لأن اللاعبين هم أبخص مني في هذا الأمر. يعني إحنا علينا كإدارة نهيئ اللاعبين، جهاز فني يرسم لهم الطريق للمباراة، واللاعبين الحقيقة مقصرين، وعصام من خيرة اللاعبين الحقيقة اللي مع القادسية، حتى جماهير نادي القادسية تعشق الحقيقة. هو للتوضيح أيضا أخوي صادق شايع وصل لي معلومة 14 مباراة مرمى القادسية نظيف حتى الآن في الدوري، وهذا رقم قياسي يسجل لنادي القادسية. نواف دور قلبي الدفاع يعني من الأدوار أيضا المهمة، يعني تدري شوية اللاعب لما يجي المغرب العربي، صحيح إنه عربي يعني ما إحنا العرب يمكن لغة واحدة، ولكن قد يختلف الأجواء في المغرب ما بين الأجواء هني في الكويت. شون قدرتوا تتأقلمون مع عصام سواء داخل الملعب وخارج الملعب حتى؟ لا بالعكس، أول شيء عصام يعني يقول يعني ملم ما شاء الله باللغة العربية، حتى إحنا بعض المرات يعني إذا ما فهم كلامنا حتى نكلمه بالإنجليزي، لكن ما شاء الله يعني موجود دام عصام يعني كان له دور كبير الأمانة مع هو وإخوان اللاعبين كلهم تحقيق بطولة الدوري. يعني أشوف حارس المرمى عزيز يعني يجب إنه يكون متفاهم خصوصا مع قلوب الدفاع، وسبحان الله أنا عصام يعني بسرعة يعني تأقلمنا مع بعض، خلاص عرف متى نواف يطلع للكرة، عرفت متى عصام راح يغطي، ف يعني بطريقه سريعه جدا تاقلم ويانا، وشفنا يعني تميزه. والحين ما شاء الله هو حسين فاضل يعني لعبوا مباريات كبيره وكانوا هم نجوم يعني بخط الدفاع، وخصوصا بالربع يعني كلهم الامانه من يدخل من يطلع بنادي الغاتسيه وخصوصا بخط الدفاع كان يؤدي دور كبير ودور واضح، وانا يعني اعتز بالدور اللي قدموه اخواني دافعين. هذه النقطه فهد ايضا في خط الوسط، يعني خط الوسط ما شاء الله مليء بالنجوم، في بعض الأحيان يمكن كابتن محمد إبراهيم يحتار من يشرك من يلعب أساسي، هذه أيضا في بعض الأحيان اللاعب يتحبط وده يلعب هاللعبة لا تلقى المدرب ما يلعبه. هل مباراة بالذات كنت متخوف أنك ما يلعبك مثلا محمد إبراهيم يخليك على مقاعد الاحتياط، كان ودك أو تقول مثلا أنا هالمباراة ودي ألعبها؟ لا شوفوا يعني أول شيء أنا كنت ماشي مع الفريق يعني من فترة ماشي أساسي، صدق إني تعورت يعني، بس إني كنت متوقع إني راح ألعب، إني يعني كنت جاهز حتى بالتمرين وهذا، وأي لاعب طبعًا وده يلعب مع الفريق، بس إحنا الحين صارت عندنا يعني خصوصًا بربعنا اللاعبين يعني صارت عادة، ما قام تفرق من يلعب من ما يلعب، أهم شيء إن إحنا نفوز. يمكن في لاعبين وايد ما لعبوا يعني خلف سلامة الهير عينما شاهد بلوشي يعني كبار بالفريق كانوا يتكلمون مع انهم ما كانوا يلعبون، لكن هم مهتمين بالفريق يمكن اكثر من الناس اللي قاعد تلعب، وهذا احد اسباب نجاح الفريق يعني الدوري. تفضل. نقطه والله ابو سعود، اشوف نادي القادسيه يعني مو عشان انا واحد منهم ولا انهم اخواني اللاعبين، بالعكس هم يعني نادي خصوصا اللاعبين فريق برا الملعب قبل يكون داخل الملعب، يعني احنا عندنا دوانيه بالنادي صدقني يمكن نقعد فيها للساعه 12 كل يعني كل يوم، فكلنا متجمعين وكلنا حافظين بعض وكلنا نحب بعض، يعني 30 لاعب والله الحمد هذا سر تفوقنا ان كلنا على قلب واحد، وهناك جنود مجهولين يعني رغم انهم ما يعني مشاركتهم قليله الا انهم لهم دور كبير، يعني الكابتن خلف السلام والكابتن هير يعني واحد يرفع القبعه احتراما لهم على الدور الكبير اللي قاعد يقدمونه خصوصا مباراه اليوم، يعني كلمتهم مسموعه وكلمتهم يعني ولهم دور كبير. طيب قبل المباراه يعني سولف فيها انا عصام. صح والله. نعم. طيب خالد يعني يوم دش عصام تقول بس اسمع يناديني يعني ما فهم شو يقول. شوف اول شيء اول مباراه لي مع الجهرة انا اسمع اقول خالد بس انا ما افهم عليه، انا بغيت اقول حق ما ترجم لي شلون تاقلمت وياه ما افهم على الكلام الملعب يعني بعدين من كثر ما اسولف معاه بالتمرين قام يفهم علي شوي والحمد لله، يعني انا واحد من الناس اني انا صراحه مرتاح حيل اني ألعب. شنو ميزة عصام من وجهة نظرك؟ حتى لو أنت غلط تلاقيه يعني مغطيك، لو أنت لعبت زين تلاقيه هو يبدأ أحسن منك يعني يخجلك بأدائه، ولله يعني ولله الحمد الله يكمله ويوفقه إن شاء الله. نعم. بس قبل لا أروحك صالح أنا ذكرني بنقطة، اليوم كنا عصام عصب ورحت له صح؟ شفتك رحت له كان معصب. إيه بس شنو اللي أشرت لك زمان؟ نسيت والله بس صح رحت له بس نسيت على شنو. انت معصب اليوم في لقطه. عصبي ولا غيرك. عندهم ميزه فريق الكويت يعني يشوتون زين على القول بتاعنا، انا اقول له لا تسوي فاول
يعني على الخط. خليني انا قدامه وانت لا تسوي فاول بس هي النقطه دي. صالح ارجع لدور يعني خط الوسط وانت بعض الاحيان دورك كمدافع و يعني ما اتوقع انا بسالك عن التفاهم مع خط الدفاع لكن تذكرت نقطه الشوط الاول كنت